السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبلش معكم تكملة محاضرتنا في الإمبريولوجي. وصلنا للجيميتوجينسيس، وقلنا الجيميتوجينسيس هي عملية فورميشن مال ال أو ترانسفورميشن مال البايمورديان جين سيل إلى الميل أو الفيميل جيميتس، اللي هما الجيمس يعني السكس سيل أو الجيمس سيل اللي هي مسؤولة عن الفرتلايزيشن، اللي هي بالفيميل صح للأوسايت وبالميل صح للسبيرمز. فالأوسايت فورميشن راح نسميه جيميتوجينسيس، بينما السبيرم فورميشن راح نسميه سبيرماتوجينسيس. نبلش مع الأوجينسيس. بداية نريد نوضح نقطة، أن الأوجينسيس يبدي بالإنتريترنال لايف ويتوقف عند نقطة معينة قبل الولادة، وقريب البيوبرتي مع الفيميل يتكمل يكون يعني يكمل يعني يكمل الأوجينسيس ها بالفيميل، بينما الميل سايد لا، سبيرماتوجينسيس يبدي at time of puberty. بالانتراتوني لايف ماكو شيء. اوكي، احنا حكينا قبل بساعة انه البايمورديال جينت سيل هي اساس الفورميشن مال الجميت. فرح نحكي رح نشوف هسه في المحاضرة عن التغييرات اللي تصير على البايمورديال جينت سيل، وتوقيت هاي التغييرات اللي راح تؤدي بالاخير الى تكوين الماتشور جيم سيل، سواء ميل او فيميل جيم سيل. بالنسبة للفيميل سيل البرايمورديال جيم سيل، زين متى ما وصلت زين arrived in the gonad of the genetic female they will differentiate إلى أن شنو هو أوغون. زين فمتى ما وصلت البرايمورديال جيم سيل للغوناد مال الفيميل اللي هي الغوناد الأوفر يعني راح يصير بيها differentiation تحول إلى الأوغون. هاي الأوغانية these cells اللي هي الأوغانية راح يصير بيها number of mitotic divisions and are arranged in clusters surrounded by layer of nucleus. فهاي الأوغانية من صار بها عدد من القسامات الخلوية راح تصير على شكل مجاميع cluster تحيطها طبقة من خلايا flat epithelial cell. زين هذه flat epithelial cell نصحيها follicular cells. زين الخلايا هذه الأوغانية اللي دي يصير بها mitotic division صار على شكل كلوستر راح تدخل الميوسيس، بعد ما زاد عددها راح تدخل بالميوسيس وكلها بالانتريتوني لايف داخل الرحم قبل لا تنولد. راح تدخل بالميوسيس راح يصير بها ارست بالميوسيس 1 زين بالبروفيز زين مال الميوسيس 1. هاي الاوغانيا اللي دخلت ميوسيس 1 وصار بها ارست بالبروفيز مال الميوسيس 1 شو راح نسميها؟ راح نسميها برايمري او اوسايت. فالفيميل من تنولد داخل الاوفري مالتها ايش عندها؟ عندها برايمري او اوسايت اللي هي عباره عن اوسايت ارستد بالبروفيس مال فيرست ميوتيك ديفيجن. هاي البرايمري او اوسايت هي والسراوندينج فلات ابيثيليال سيلز راح نسميها راح نصحي لها البرايمورديال فولكل. فالبرايمورديال فولكل هي عباره عن برايمري او اوسايت محاطه بفلات ابيثيليال سيلز. هذا الحكي كلش وقت قبل الولادة، قبل لا تنولد الفيميل هي وبطن أمها البرايمورديال جينت سيل راحت للغونات تحولت إلى أوغونية صار بها عدة انقسامات ميتوتيك ديفيجنز، بعدين دخلت بالميوسيس بالميوسيس 1 بالبروفيس أوف ميوسيس 1 صار بها أرست وصار اسمها برايمورديال أوسايت. لما تحيطها الفلات إبيثيليال سيل راح نصحيها البرايمورديال فوليكل. هنا الصورة البرايمورديال جيم سيل بعد ما صار بها ديفرنشيشن وميتوتيك ديفيجن تحولت الى اوغونيا بعد عدة انقسامات عدة ميتوتيك ديفيجنز راح تدخل بالميوسيس. زين وبالميوسيس راح يصير بها ارست بالبروفيس مال ميوسيس 1. بعد الولادة زين نير تايم اوف بيرث كل البرايمري زين هسه احنا صارت كلنا برايمري اوسايت وارستد بالبروفيز مال ميوسيس 1 خوش نير التايم اوف بيرث كل برايمري اوسايت اللي صار بها ارست بالبروفيز مال ميوسيس 1 بدل ما تكمل البروفيز الى الميتافيز وتكمل الميوسيس او الميوتيك ديفيجن راح تدخل بعمليه او فيز نصحها دبليوتين ستيج بحاله من
التوقف الانقسام، احنا حالة من الراحة نصح لها resting stage. خلال هذا resting stage اللي هو شنو، هو prophase. زين، نفس البروفيز احصل في resting stage. شنو المميزات اللي راح نلقاها بهاي الخلية؟ راح نلقى انه الكروماتين عبارة عن ليسي نتورك. احنا كانت هي بالبداية اذا تشوفوها بالبروفيز شلون واضحة بالكروماتين، تو كروماتيد وواضح شكل الكروموسومز، بينما بالبروتين ستيج تكون شبكة ذائبة من الكروماتين ليسي نتورك كروماتين. هذه البرايمري اوسايت اللي دخلت الدبلوتين ستيج، زين، اللي هي زين راح تبقى بالبروفيز وما تكمل الفيرست ميوتيك ديفيجن، زين، الا اذا توصل شنو للبيوبرتي. ما وصلت للبيوبرتي راح تستعيد عملية الانقسام. ات بيوبرتي ايش راح يصير؟ راح يصير نبول اوف جروينج فوليكلز. هاي الفوليكلز اللي دا تنمو راح تتجمع مع بعضها، سواء مثل تجمع او بول، زين، و continuously maintained from supply of primordial follicle. يعني انا عندي primordial follicle عبارة عن primary oocyte arrested prophase one surrounded by flat epithelial cell. كل شهر راح تطلع 15 الى 20 follicle من هذه primordial follicle، راح تبدي الخلية اللي بيها primary oocyte تكمل prophase one الافو ميوسيس one وتكمل عملية الانقسام. زين، شنو مراحل تطور او نمو هذه الخلايا على مود نوصل للماتشور فورم اوف اوسايت اللي راح تدخل اللي يصير بها عمليه الفرتلايزيشن؟ اول ستيج هو البرايمري، طبعا راح تدخل ب 3 ستيجز، باسنج ثرو 3 ستيج. اول ستيج البرايمري او البري انترال ستيج. البري انترال ستيج يتكون عباره هاي البرايمري اوسايت اللي هي ريسيد بروفيز 1 محاطة بالفلات إبيثيليال سيل. الفلات إبيثيليال سيل راح تكون كيوبويدا، زين، ويبدي بيها شنو بروليفريشن، زين، وتكون الجرانيلوزا سيل. يعني نشوف هاي البرايمورديال فوليكل عبارة عن برايمري أوسايت محاطة بفلات إبيثيليال سيل. هاي الفلات إبيثيليال سيل راح تبدي كيوبويدا، راح يواصل بروليفريشن، زين، راح تكون الجرانيلوزا سيل. هذا شكل البرايمري فوليكل أو البري أنترال ستيج. بعدها السكندري فوليكل او الانترال فوليكل، زين، يبدي السائل يدخل بين الجرانيولوزا سيل. تجمع هاي السوائل راح يسوي لنا بيد سبيس نصح للانترال والفوليكل، في الحاله راح نسميها السكندري فوليكل او الفيزيكولر. هذه الجرانيولوزا سيل اللي تحيط الاوسايت، هاي الاوسايت، هاي الجرانيولوزا، يدخل السائل بين الجرانيولوزا سيل بيد سبيسز، والسبيسز تتجمع يسوي لنا الانترال. الستركتشر راح نصح له السكندري فوليكل او الفيزيكولر فوليكل او الماتين او الجرافيال فوليكل. الستيج الثالث اللي هو البري اوفيليتري ستيج، نكون بهذا الستيج الميوسيس 1 از كومبليتد وتبدا الخليه تدخل بالميوسيس 2، لكن ما تكمله. فنشوف شلون انه الميوسيس 1 از كومبليتد، وبالتالي نتيجه الميوسيس 1 هو عن بعد تو سيل، تو دوتر سيل. هذول التو دوتر سيل شنو الميزة مالتهم؟ انهم ان ايكوال ان سايز، غير متساويين بالحجم، لكن اثنيناتهم يحتوون 23 دبل ستراكتشر كروموسوم. وان اوف ذيس سيلز هي السكندري اوسايت اللي راح تاخذ موست اوف ذا سيتوبلازم، والخلية الثانية هي الفيرست بولر بودي اللي ريسيف براكتيكالي نان، تقريبا لا سيتوبلازم. هنا نشوف الصورة، هذه البرايمري اوسايت اللي راح اللي هي هنا ارستد بالميتا فيس، زين، مال ال يعني بالبروفيس العفو مال ال الفيرست ميوتيك ديفيجن. راح تكمل بالميتا فيس وبعدين راح تنقسم، تنتج لنا خليتين، خليه هاي الكبيره اللي هي برايم اللي هي السكندري اوسايت، والخليه الصغيره اللي هي الفيرست بولر بودي. زين، بعدين دول اثنيناتهم راح يبدون ينقسمون، يدخلون بالانقسام الثاني بالسكن ميوتيك ديفيجن. يعني كملوا هنا الفيرست ميوتيك ديفيجن، دخلوا بالسكن ميوتيك ديفيجن، لكن شنو الرستد بالميتا فيز 2، بالميتا فيز مال السكن ميوتيك ديفيجن، وما تكمل انقسام.
الفيرست بولر بعد اللي تكون زين اللي قلنا احنا كملت البروفيز 1 وانقسمت ونتج لنا 2 دوتر سيل، واحدة اخذت معظم السيتوبلازم واحدة اخذت قليل، القليل سميناه فيرست بولر بودي. وين يقع هذا الفيرست بولر بودي؟ مثل ما شفنا في الصورة يقع بين الزونة بليوسيدا والممبرين مال الأوساد بالسبيس نسميها البريفيتيلاين سبيس. اوكي، والهاي سيلز راح تدخل بعدين بالسكند ميوتيك ديفيجن وارستد بالميتافيز، تبقى تقريبا 3 ساعات زين بالميتافيز 2، ما تكمل الميوسيس 2. ليش؟ لأن الميوسيس 2 is completed only if the oocyte is fertilized. إذا ما صار fertilization راح تبقى بالميتافيز 2 ويصير بها degeneration خلال 24 ساعة من الأوفيليشن. الفيرست بولر بودي هم راح يصير بي second ميوتيك ديفيجن وينقسم ويتنين 2 سيل، لكن ذني 3 سيلز كلها الفيرست بولر بودي والخلايا الناتجة عنه كلها راح يصير بها degeneration. هنا نشرح شنو البولر بودي. حكينا احنا بالبداية قلنا البولر بودي هو السيل اللي راح تنتج من عملية انقسام الأوساد زين، واحدة من خلايا تستقبل موست اوف السيتوبلازم والثانية للسيتوبلازم، صحنا البولر بودي. فدورينج الميوسيس 1 زين او دورينج الميوسيس 1 زين، وان برايمر اوساد جيف رايز تو 4 دوتر سيلز خلال عملية الميوسيس. البرايمر أوساد الوحدة تعطينا 4 سيل، لكن اللي هم شنو 22 أوتوسوم بلس 1 إكس كروموسوم، لكن فقط وحدة من ذن الأربع خلايا راح تتحول إلى ماتشور جميت اللي هي الأوساد. البقية إيش راح يصير فيهم؟ يصيرهم البولر بوديز. البقية راح يصير فيهم ديجينيشن ويختفون. هنا الصورة نشوف ونلاحظ البرايمر أوساد after first meiotic division تعطيني secondary oocyte و first polar body. ال secondary oocyte راح تنقسم الى mature oocyte و second polar body. ال first polar body هم راح ينقسم و دول كلهم راح يصير فيهم degeneration. هذا الامر ما موجود بالسبرماتوجينيسيس، حيث ان البرايمر سبرماتوسايت راح تعطينا 4 خلايا اللي هي سبرماتيد وتكون متساوية بالحجم، ماكو اختلاف بينات. زين، نجي هسه نشرح السبرماتوجينيسيس. سبرماتوجينيسيس هو الفورميشن مال الميل جاميت اللي هي سبرم. الملاحظة المهمة اللي لازم نذكرها ان الماتشوريشن مال سبرم هنا يبدي بالبيوبرتي. هذا سبرماتوجينيسيس اللي يبدي بالبيوبرتي شنو يشمل؟ يشمل all of the events by which the spermatogonia transforms spermatozoa. اذا عملية تحويل السبرماتوجونيا الى سبرماتوزوا اسمها سبرماتوجينيسيس. قبل البيوبرتي shortly before the puberty البرايمورديال جيم سيلز الموجودة بالجوناد اللي هي تستس راح شنو تحول؟ راح تعطينا السبرماتوجونيال ستيم سيل. هاي السبرماتوجونيال ستيم سيل راح تعطينا بعد عدة انقسامات التايب 1 سبرماتوجوني. التايب 1 سبرماتوجوني هم راح تتعرض الى عدد من الانقسامات تعطينا التايب بي سبرماتوجوني. التايب بي سبرماتوجوني هم راح تنقسم تعطينا البرايمر سبرماتوسايت. تجي البرايمر سبرماتوسايت هي اللي راح تدخل بمن تدخل عملية الميوسيس، لأن يعني القسامات القبلة كلها ميتوسيس. البرايمر سبرماتوسايت تدخل ميوسيس، من دخلت ميوسيس بالميوسيس 1 راح تبقى برو ان برولونج بروفيز لمدة 22 دايز زين، وراها يلا يكمل ميوسيس 1. من كمل ميوسيس 1 تكونت السكندري سبرماتوسايت، تكون سكندري سبرماتوسايت زين. السكندري سبرماتوسايت راح تدخل بالسكن ميوتيك ديفيجن زين. بالسكن ميوتيك ديفيجن هاي السيلز immediately begin to form haploid spermatid. يعني انا صارت تأسس الاحداث عندي البرايمورديال جيم سيل وراها سبرماتوجونيال ستيم سيل، بعدين تايب اي سبرماتوجونيا، تايب بي سبرماتوجونيا، برايمر سبرماتوسايت، سكندر سبرماتوسايت، واخر شيء السبرماتيد. لما نشوف الصورة هنا تايب اي سبرماتوجونيا، بعدها اجانا التايب بي سبرماتوجوني اللي انقسم تاني البرايمر سبرماتوسايت، واللي انقسم تاني سكندر سبرماتوسايت اللي تنقسم تاني سبرماتيد زين، وبالاخير ناخذ سبرماتوزوا. عندنا مصطلح اسمه سبرميوجينيسيس. سبرميوجينيسيس هي عمليه تحويل السبرماتيد الى سبرماتوزوا. نشوف بالصوره هنا أنا عمليه تحويل سبرماتوجوني الى سبرماتيد، هاي كلها نسميها سبرماتوجينيسيس زين.
بينما تحول السبرماتيد إلى سبرماتوزوا سميناها سبيرميا جينيسيس. السبيرميا جينيسيس يشمل الآتي: أولا formation of the acrosome، الأوساي السبيرم العفو يحتوي الأكروسوم. شنو هو الأكروسوم؟ اللي هو covering half of the nuclear surface of the sperm. وش يحتوي؟ يحتوي enzymes assist in penetration of the egg and its surrounding layers during fertilization. فالأكروسوم يغطي نصف ال nuclear surface مع السبيرم، وظيفته أنه يحتوي enzymes تساعد السبيرم في اختراق البيضة والأغشية المحيطة بها في وقت الفرتلايزيشن. بعد ما صار formation of chromosomes and condensation of the nucleus، النيوكليوس مال السبيرم تتجمع وتتكون. بعدها راح يتمايز شكل جسم السبيرم إلى neck، middle piece والtail. وآخر شيء معظم السيتوبلازم الزايد اللي موجود راح يصير بيه shedding وينطرح خارج جسم السبيرم. هاي العملية تحويل السبرماتوغونيا إلى سبرماتوزوا في الإنسان تحتاج تقريبا 64 يوم. نانا كروس سكشن بالسبيرمات بالسيمي فاستيوبيول، زين معمل السبيرماتوجينسيس. هنا نشوف عندنا السبيرماتوغوني تايب اي بعدين تايب بي، زين واللي اعطتني برايمر سبيرماتوسايت اللي راح تنقسم، زين تعطيني السبيرماتيدز اللي داخله. هنا عمليه سبيرميوجينسيس مثل ما تشوفون شلون بالبداية عبارة عن خلية دائرية، بعدها ايش صار؟ صار الأكروسوم، الأكروسوم صار وراء النيوكليوس واضحة، بعد النيوكليوس صار شنو؟ فورميشن مال هيد من بيس وتيل، وآخر شي شدينج موست أوف ذا سايتوبلازم. زين هسه أخذنا صورة فكرة يعني بسيطة وسريعة عن تكوين الميل أند فيميل جيميت. نرجع الموضوع الأووسايت والفرتلايزيشن. بعد ما كملت وصارت ماتور أووسايت لازم يصير أوفيليشن. الأوفيليشن زين بعد الأوفيليشن هاي الأووسايت هي والخلايا المحيطة بها، زين الأووسايت with its surrounding cells راح تسويبس into the uterine tube، تنتقل من الأوفري للuterine tube عن طريق الفيمبريا and insulated epithelium زين البيلي تيوب. كذا بعد ما دخلت للتيوب عن طريق حركة الفيمبريا وسلسلة الإبثيليا مالتها، التيوب نفسه راح يبدأ ريتميكال كونتراكشنز على مستوى بوشنج للأوسايد إلى داخل اليوتراين لومن خلال 4 أيام. السبيرمز تصعد من الفاجينا يوترس تدخل لليتيوبس باي شلون؟ عن طريق أول شيء الأكشن مال الفلاجيلا مال الميكوزا مال يوترس والسيرفكس، الكونتراكشن مال يوترس والتيوب، واخر شيء بالسبيرم موفمنت. يعني السبيرم راح يصعد من الفاجينا عم بيوصل للاووسايت عن طريق شنو؟ اول شيء الفلاجيلا الموجوده بالميكوزا مال يوترس والسيرفكس وكونتراكشن مال يوترس وكونتراكشن مال تيوبس والسبيرم موفمنت نفسه. السبيرم تبقى فايبل فور 3 دايز ان ذا اسمس اوف الفاجينا. من توصل للاسمس مال الفاجينا تيوب منطقه الفاجينا تيوب تبقى فايبل فور 3 دايز. تقدر تسوي إذا صار الأوفيليشن ووصلت الأووسايت خلال 3 أيام راح يصير فرتلايزيشن. زين الفرتلايزيشن وين يصير؟ بالأمبولاري وايد لاتر ثيرد أوف ذا تيوب، منطقة الأمبولاري ريجن من اليوترين تيوب. هاي الصورة توضح لنا عملية انتقال الأووسايت أوفيليشن، بعدين باي ذا الفيمبريا وسيليتي راح تدخل لليتيوب عن طريق الريتميكال كونتراكشن مال التيوب راح تنتقل باتجاه اليوترس. على مود السبيرم يقدر يسوي فرتلايزيشن للأوسايت لازم يصير فيه تغيرات معينة. شنو هاي التغيرات؟ أول شيء الكاباسيتيشن، التمكين، لازم يتمكن السبيرم من اختراق الطبقات المحيطة بالأوسايت على مود يوصلها ويسوي لها فرتلايزيشن. فالكاباسيتيشن هو عبارة عن عملية ريموفال أوف جلايكوبروتين والسيمينال بروتين لتغطي الأكروسوم والممبرين. بعد ما صار كاباسيتيشن شنو؟ يبدأ الأكروسومال رياكشن اللي هو عملية الريليز أوف أكروسومال روبوتيرتيك إنزيمز اللي هم الأكروسين وتربسين لايك إنزيمز على مود تساعد في اختراق الزونة باليوستا. من صار كاباسيتيشن أكروسومال رياكشن اللي تساعد سبام راح يقدر يسوي فرتلايزيشن للأوسايت. فشنو الفيسز مال فرتلايزيشن؟ أولا بنتريشن مال كورونا دياتا اللي هي الخلايا المحيطة بالأوسايت،
بعدها بنتشن أو زونة باليوسدة. الزونة باليوسدة اللي هي طبقة من الجلايكوبروتين تحيط الأووسايت. بعد ما صار بنتشن الكولونجات أو زونة باليوسدة راح يصير فيوجن مع الأووسايت والسبيرم سيل ميمبرين، يتحد السيل ميمبرين مع السبيرم والأووسايت، ويدخل الأووسايت فقط داخل العفو، يدخل السبيرم فقط داخل الأووسايت بدون الميمبرين مالته. زين يدخل فقط الهيد والتيرم للأووسايت سيتوبلازم. الصورة هنا توضح لنا الفيز مال فرتلايزيشن، بنتشن مال كون ريدياتا اللي هي الخلايا مال الأوفري اللي تطلع ويا الأووسايت بالأتيرم أوفيليشن، بعدين بنتشن مال زونة باليوسدة. زين وآخر شيء الفيوجن بين السيل ميمبرين مال السبيرم والأووسايت. زين اللي راح يبقى أوسايد ذا أوسايد، ويدخل فقط الهيد والتيرم داخل الأووسايت سيتوبلازم. زين من دخل السبيرم للأووسايت سيتوبلازم راح يصير ريسبونس من الأووسايت تجاه هذا الدخول. أولا راح يصير عندنا زونة رياكشن، الزونة باليوسيد راح تكون بعد امبرميبل وما تسمح بدخول فيرذر سبيرم داخل الأووسايت، فقط واحد سبيرم يدخل وبنتريتنج الأووسايت. الشغلة الثانية الأووسايت كانت هي سكندري أووسايت أرستد بالميتافيز 2 راح يصير كومبليشن للميوسيس. زين 2 مال سكندري أووسايت وراح تعطينا ديفينيتيف أووسايت بالإضافة إلى السكندري بولر بودي اللي يحصل بيه ديجنريشن. وآخر شيء راح يصير ميتابوليك أكتيفيشن أوف ذا فيرتلايزد أووسايت بحيث السبيرم أند أووسايت كروموسومز راح يسوون مثل فيزيكولار ستراكشر انصح الميل اند فيميل برونيوكليس. زين ويتكونون صون بحيث صون خليه واحده انصح لها الزايغوت اللي راح تبدي مايتوتيك ديفيجن. هاي الصوره توضح لنا خطوات الفيرتلايزيشن والفيرست ستيب او الفيرست ايفنت اللي يصير افتر فيرتلايزيشن. هاي اووسايت زين ارستد بالميتا فيز 2 سكندري أووسايت أرستد بالميتا فيز 2 تمام. اجى السبيرم اخترق الكولونيات والزونة باليوسيدة ودخل. اول شي راح يصير راح يصير زونة الاكشن، الزونة اليوسيدة راح تكون امبرميبل للبنتيشن باي فيرذر سبيرمز. دخل السبيرم، من دخل السبيرم شو راح يصير؟ زين داخل الأووسايت زونة الاكشن. زين راح تتكون تكمل السكندري أوسايت اللي هي أرستد إن ميتافيز 2 راح تكمل الميوسيس 1 وتخلصه، ميوسيس 2 العفو وتخلصه. زين راح تكمل وتطلع ديفينت أوسايت. من يدخل الميل سبام راح يصير شنو؟ ميتابوليك أكتيفيشن، تتكون فيميل برونيكليس وميل برونيكليس اللي راح يتقاربون من مع بعض ويسوون خلية وحدة. زين مثل ما تشوفون يمتلجون مع بعض بسكولر برونيكليس ميل أند فيميل برونيكليس واحد. زين صارت خلية واحدة راح يبدي شنو؟ عملية الانقسام، تحولون إلى تو سيل ستيج، بعدين راح يبدون فيرذر ديفيجنز زين على مود يزداد عدد الخلايا. شو ينتج من الفيرتلايزيشن؟ عملية الفيرتلايزيشن أول شي restriction of diploid number من الكروموسومز. إحنا مثل ما قلنا الأووسايت هي عبارة عن 23 كروموسوم والسبيرم هي 23 كروموسوم. عملية الفيرتلايزيشن راح يصير عددهم شنو؟ 23 pair كانوا 23 single haploid number. بعد الفرتلايزيشن راح يصير 23 diploid number يعني 46 كروموسوم. بها الديترمينيشن مال سكس راح تحدد جنس المولود. احنا الأووسايت نعرف هي بها اكس 22 كروموسوم زائد 1 اكس كروموسوم. فشلون تحدد السكس مال الامبريو؟ اذا كان السبيرم اللي سوى فرتلايزيشن يحمل واي كروموسوم راح يصير اكس واي وبالتالي الامبريو يعني. إذا يحمل X كروموسوم راح يصير XX وبالتالي الإمبريو فيميل. متى ما صار ذني وصارت الخلية الزايغوت راح يبدأ عملية الكليفيج. شنو يعني عملية الكليفيج؟ هي عملية الميتوتيك ديفيجن والانقسامات اللي تصير على الزايغوت after fertilization. راح تنتج خلايا smaller with each division صحيح لهم blastomers. بحيث الخلية الوحدة تنقسم تعطيني 2 cell 4 cells before cell 8 cell stage. هالمرحلة يكون لوز الارنجمنت مع الترابط مع بعض يكون مو قوي. after the third cleavage بعد الكليفج الثالث راح يزداد الكونتاكت بين سيلز، راح يسوون مثل كومباكت بول، الاتصال بين الخلايا فيها يكون عن طريق تايت جنكشن. هذا الكومباكشن زين اللي عملية تجمع الخلايا المنقسمة مع الجنين وترابطها مع بعض زين
الكومباكشن الانر سيلز ترتبط مع بعضها بالجاب جنكشن. زين، باليوم الثالث من الفرتلايزيشن راح نوصل مرحلة الستين سيل اللي راح تكون لنا الموريولا. زين، هاي الموريولا راح يصير بيها تمايز. زين، الانر سيل ماس اللي راح تتكون بعدين الامبريا بروفر، افتر سيل ماس اللي راح تعطينا تروفوبلاست وبالتالي تعطينا البلاسمت. زين، هنا أنا قلنا عمل اول انقسام 2 سيل 2 سيل، من 4 سيل، فرذر انقسام 8 سيل، الـ8 سيل راح تكون 16 سيل اللي هي الموريولا. هاي الموريولا شو راح يصير بيها تمايز، بحيث الانر سيل صح اللي هي الامبريا بروفر اللي راح تعطينا بعدين الامبريا، والاوتر سيل صح تروفوبلاست اللي تعطينا بعدين البلاست. الموريولا اللي تكونت بعد عدة انقسامات راح تدخل اليوتران كيفيتي باليوم الرابع. زين، هاي الخلايا احنا شفناها شلون كومباكت توجذر مع الموريولا. من تدخل اليوتراس راح تبدا السوائل تدخل بين الخلايا مع الانر سيل ماس وتسوينا سمول كيفيتي نسحل البلاستوسيل. اوكي، من تكونت البلاستوسيل الستركتشر راح نسميه بلاستوسيست. اوكي، البلاستوسيست من تكون الانر سيلز اللي كنا نصحي لها امبريا بروفر راح نسميها امبريو بلاست، والاوتر سيلز راح يسوونه شنو؟ تروفو بلاست. الزونة بالوسط اللي تحيط الموريلا اللي موجودة هنا راح تختفي بعد ما صار عندي بلاستوسيست. اوكي، بعد ما صار بلاستوسيست راح تختفي الزونة بالوسط على مود يبدي التروفو بلاستيك سيل تخترق الاندوميتريال سيل منطقة الامبريو بلاست على مود يبدأ عملية الامبلانتيشن. هنا أنا الصورة توضح لي بالأيام الأحداث بالأيام، يعني هنا صار أوفيليشن. الأوفيليشن هو عبارة عن سكندري أوسايت أرستد بالميتافيز 2، صار بنتريشن زين كملت السكند ميوتيك ديفيجن وصار دخل السبيرم ميل فيميل بونيكلاس سينجل سيل، تبدأ عملية الانقسام 2 سيل. زين، في اليوم الثالث صار 8 سيل. زين، وهنا بدأ يكثر عددهم من صاروا وتكونت لي الموريولا. زين، راح يبدأ من تدخل يوتراس يبدأ السوائل تدخل بين الخلايا مع الانر سيل ماس، سوينا كيفيتي سهل البلاستوسيل والستكشر راح تسحل البلاستوسيست، راح تختفي الزونة بالوسط إذا تلاحظون ما موجودة، تبدأ عملية الامبلانتيشن في اليوم السادس after fertilization. تمام، لهنا خلصت محاضرتنا وهذا الجزء من شرحنا.